مساء الخير على كل مشاهدين قناة القاهرة والناس، وأهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حقك مع المشاكس. خلونا نروح مع أول فقرة من فقراتنا النهاردة، وهي ترند الأسبوع. أول فقرة من فقرات ترند الأسبوع، الحكم ببراءة المتهم في قضية حبيبة الشماع، أو كما أطلقت عليها السوشيال ميديا فتاة الشروق. محكمة جنايات مستأنف القاهرة أصدرت حكمها بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق المتهم في قضية حبيبة الشماع، واكتفت بمعاقبته عن جريمة التعاطي وحيازة المواد المخدرة ب5 سنوات و10,000 جنيه غرامة. طبعاً إحنا ما نقدرش ولا نمدح ولا نزم في حكم القضاء، احتراماً للأحكام القضائية وتأكيداً منا بنزاهة القضاء المصري. معنا مداخلة هاتفية مع والد المجني عليها الأستاذ أيمن الشماع. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أيمن، طبعا إحنا بنتقدم بالعزاء للمرة الثانية في وفاة المغفور لها بنتك حبيبة، ودون تدخل أو مدح أو ذم في حكم المحكمة الصادر ببراءة المتهم، قابلت حكم المحكمة إزاي يا أستاذ أيمن؟ والأسرة كلها قابلت حكم المحكمة إزاي؟ مع كل احترامي للمحكمة والقضاء المصري النزيه، أكيد بالصدمة، يعني أكيد إحنا اتصدمنا زي أي أسرة مصرية اتصدمت بخبر البراءة أو بقرار البراءة، زي أي أب أو أم موجعين في أولادهم. أكيد إحنا في حالة صدمة، يعني أكيد استقبلناه بحسب الله ونعم الوكيل في كل من يعني أثر، أو كل من ساعد، أو كل من تهاون إهدار حق بنتي إن أنا أعرف أرجعه. حسبي الله ونعم الوكيل، لكن مفيش تعقيب أقوله غير أنا مفوض أمري لله سبحانه وتعالى. طب أنت حضرتك كنت شايف حكم محكمة الدرجة الأولى اللي هو بمعاقبة المتهم 15 سنة، ده كان كافي للرد؟ حضرتك قبل كل شيء مفيش حاجة هترجع وجعنا ولا هترجع الله. طبعا طبعا طبعا. فحكم المحكمة كان مجرد إنه هو بس يعني بيطبطب علينا، مش يعني مش في هذا الموضوع إن أنا أقدر أقول لك أنا كنت فرحان وكنت سعيد أو أنا رجع لي اللي راح مني. أنا كل اللي أنا أقوله بس إن كان مجرد هو مسكن لوجعنا، أو وجع والدتها ووجع أختها ووجعنا اللي إحنا فيه. حسبي الله ونعم الوكيل للمرة المليون في من تهاون إن هو يزيد من ألمنا أو من وجعنا. أقول لحضرتك. طب حضرتك أستاذ أيمن، طبعا صدر حكم الاستئناف، والجهة الوحيدة اللي لها الحق إن هي تطعم بالنقض هي النيابة العامة. هل هتستعمل حضرتك كمدعي بالحق المدني في القضية، وهتعمل طعن بالنقض، وهتقدم طلب للنيابة العامة؟ والله أنا مع كل إجراءات الطعن بالنقض على الحكم. أنا مع كل احترامي للنيابة العامة، هي صاحبة الشأن الوحيدة في الطعن أو في النقض، لأني أنا مريض صفة. يعني هي النيابة هي اللي أدرى، وهي اللي يعني من حقها الوحيد اللي هي اللي تنقض الحكم مش أنا. وهل تتوقع أن النيابة العامة هتقدم طعن بنقض الحكم؟ والله أنا من أول يوم النيابة العامة ما أثرتش في حق بنتي، لأن هو حق أي بيت في مصر. يعني هو كان الحادثة كانت وجعة قلوب المصريين جميعا، فأكيد النيابة العامة مش هتأثر إن شاء الله، ده عشمنا فيها. يعني إحنا من خلال برنامجنا بنقدم كل تعازينا نيابة عن قناة القاهرة والناس، وبرنامجنا حقك مع المشاكس في وفاة بنتك، ربنا يغفر لها يا رب ويرحمها ويصبر أيديكم. طبعا بصدور حكم الاستئناف محكمة جنايات القاهرة، لا يجوز الطعن عليه إلا من قبل النيابة العامة. خلونا نشوف الأيام الجاية يظهر فيها إيه، وهل فعليا سيتم الطعن بنقض الحكم من النيابة العامة ولا لأ؟ بنشكر الأستاذ أيمن الشماع على مداخلته، وبنواسيه وبنقول له ربنا يصبر قلبك. ونروح للفقرة الثانية من فقرات ترند الأسبوع، ودي حادثة شهدتها مدينة المرج في القاهرة. شابين عندهم 20 سنة كانوا على صداقة وطيدة من زمان، بسبب خلافات مالية ما بين الشابين، واحد فيهم عزم زميله أو دعاه إن هو يقضي معاه سهرة أو قعدة في شقة داخل مدينة المرج، بعد ما حضر فرد خرطوش والسلاح الابيض اللي هو ارتكب بيه الجريمه، اللي هو متهم في ذات القضيه، وقام بقتله برصاصه في الصدر وضربه بالسلاح الابيض ضربه نافذه
في الرقبة. اكتفى بكده؟ لا طبعا ما اكتفاش، وكالعادة كل القضايا اللي بنشوفها مشابهة زي كده، زي آخرها مثلا قتل طالب مدينة الرحاب اللي اتقتل على ايد خطيبته أو حبيبته واتدفن في نفس المنزل في المطبخ بمساعدة أبوها، نفس القضية دي برضو تمت في المرج. الولد اتصل بابوه، أبوه قال له الولد ده على حسب ما جت في التحريات الأولية ونزل على السوشيال ميديا، أبوه قال له الولد ده مش هيخرج من البيت، وابتدوا بحفر حفرة داخل المطبخ أو الحمام زي ما ذكر على السوشيال ميديا والتحريات الأولية، دفنوا فيها المجني عليه وحطوا عليه أسمنت ورمل علشان ما تبانش ريحته. ولكن الغريب في الأمر إن المتهم قعد يدور مع أهلية المجني عليه كأنه متفاجئ بالموضوع، لحد ما تم اكتشاف الواقعة من قبل المباحث العامة ودهموا البيت طبعا اللي اتقتل فيه المجني عليه، وتم القبض على المتهم وأبوه. معنا الأستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع، هيحكي لنا أكتر عن القضية. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أستاذ محمود، في البداية عايزين نعرف إيه أحداث الجريمة البشعة اللي إحنا كل يوم الصبح بنصحى على نفس الجريمة بنفس النمط بنفس الأسلوب. يعني حضرتك زي ما استرسلت وشرحت يعني باستفاضة، دي جريمة من الجرائم يعني الاستثنائية اللي إحنا يعني لينا سنوات شغالين في صفحات الحوادث، لكن لم نألف مثل هذه الجرائم لبشاعة الجريمة. ويمكن كمان علشان فكرة الغدر وفكرة الخيانة، وإن الاثنين دول كانوا أصدقاء وكان لا يفرقهم إلا يعني ساعات النوم، الساعات القليلة اللي كل واحد يوم بيذهب إلى منزله للمبيت، لكن طول النهار كانوا مع بعض، كانوا بيخرجوا مع بعض، كانوا بيتقاسموا الضحكات، بينهم رحلات، بينهم ذكريات كثيرة جدا. لكن إن صاحب يغدر بصاحبه بهذه الطريقة البشعة، والمجني عليه رحمة الله عليه كان كاتب قبل الحادث بأيام بوست يعني على السوشيال ميديا بيتغزل في صاحبه وصديقه وبيقول له فيما معناه إنك أنت ضحكة عمري وإنك أنت يعني الحاجة الحلوة في حياتي، ولم يدري إنه بعد يعني سويعات قليلة جدا إن صاحبه ده اللي هو يعني بيتوكز عليه في الدنيا ان هو اللي هينهي حياته ويكون سبب في مقتله. القصه بدات لما الاثنين كانوا مع بعض داخل شقه المتهم، واثناء وجودهم المتهم عرض على المجني عليه قال له دي والدي معاه سلاح ناري هفرجك عليه، هو بيتفرج على السلاح الناري. يعني سبب الجريمه مش خلافات ماليه زي ما منتشر يعني على السوشيال ميديا خالص، سبب الجريمة كان يعني سلاح ناري بيتفرجوا عليه، طلعت منه طلقة طائشة فسكنت يعني في جسد المجني عليه رحمة الله عليه، مات على. طب وبالنسبة له بيقولوا ان متهم كان في جرح في رقبته بسلاح ابيض، ده فعلا حقيقي ولا؟ يعني هو ده ما تردد على السوشيال ميديا، لكن يعني وفقا للتحقيقات وفقا لمعلوماتنا اللي وصلتنا حتى الان ان الجريمة كانت بسبب طلقة طائشة، لكن الامر طب يعني بيعتبر الامر مش قتل عمد، يعني بيعتبر لا يخرج عن كونه قتل خطا، لكن الامر المشكله ان هو كان ممكن يعني يستدعي الاسعاف، او كان ممكن ان هو يعني يحاول انقاذ المجني عليه، كان ممكن انه يبلغ الشرطه بما حدث، لكن هو يعني خاف من المساءله القانونيه، وده كان على حياه او على حساب حياه صديق عمره، واستعان بوالده اللي زي ما قلت حضرتك قرروا ان هم يواروا الجثه وان هم يخفوا الجثه. هو ده اللي هيثبته الطب الشرعي بقى الفتره الجايه على ما اعتقد، لو اثبت فعلا ان المتهم توفى او فارق الحياه بسبب ان هم اتاخروا في اسعافه، ده بيعتبر واحنا وضحنا قبل كده يعتبر قتل بالعمد او قتل سلبي. بالفعل يا فندم بالفعل، يعني احنا لسه في مرحله اولى من التحقيقات، عندنا تقرير طب شرعي لسه لم يخرج، عندنا تحريات مباحث، عندنا أقوال شهود عيان، عندنا كذا أداة من الأدوات اللي تستند إليها جهات التحقيق لإدانة المتهمين ولتحديد الجرم اللي ارتكبوه تحديدا، عليه يتم تحديد العقوبة المناسبة للاثنين، سواء للابن مرتكب الوقعة أو للأب اللي هو تستر على ابنه ويحاول إخفاء الجثة بهذه الطريقة دون هوادة ودون رحمة. وحتى يعني هو لم ينتهي الطب الشرعي من إصدار تقريره وإصداره للنيابة العامة طبعا،
بالفعل فندم اللي صدر هي معلومات أولية، لكن تقرير الطب الشرعي النهائي لسه بصدد الإعلان عنه، وده اللي هيكشف تحديدا السبب القاطع للوفاة، إذا ما كان هي الطلقة الطائشة فقط لغير أم أن هناك أسباب أخرى، وإذا كان المجني عليه رحمة الله عليه توفى في الحال أم أنه قاوم أو تشبث بالحياة لبعض الوقت قبل أن يتم يعني دفن جثته أو وضعه داخل الكرة. أستاذ محمود، خليني أسألك، شفنا نفس القضية دي مع اختلاف طبعا بعض الأحداث اللي لو حضرتك تتذكرها، قضية الرحاب الطالب اللي اتدفن برضه في المطبخ بمساعدة البنت خطيبته ووالدها اللي هو والدها خد إعدام لسه من فترة قريبة. شايف حضرتك التبرير في القضايا دي ايه؟ اصبحت الاهالي هي اللي بتساعد ولادها على الجرائم، وقضايا جديده على المجتمع المصري، الاسباب وراها ايه؟ يعني زي ما قلت حضرتك، ده استثناء مش قاعده، دي جرائم غير مألوفه بالنسبه لنا. الناس بتعتقد صور وقوع يعني الجريمه او وقوع خطا ما انهم بذلك بيهربوا من المساءله القانونيه واخفاء الجثه، يعتقدون بذلك انه سيتم اخفاء الجريمه برمتها وان ما فيش حد هيوصل لهم، يعني بينسوا ان يد العداله هي يد طويله تطول الجميع مهما حاول اخفاء معالم الجريمه او مسرح الجريمه. ودايما عندنا قاعده في صفحات الحوادث او في شغل الحوادث ان مفيش يعني متهم بيرتكب جريمه، مفيش جريمه كامله، مقوله لا يوجد جريمه كامله. بالظبط بالظبط، وده القاعده اللي هم بيحاولوا ينسوها، فدايما بيكون هناك طرف خيط من خلاله رجال البحث الجنائي بيقدروا يوصلوا للمتهمين، خاصة في ظل يعني حاليا في تطوير كبير في البحث الجنائي، أجهزة حديثة ومعدات حديثة ومسرح جريمة متنقل، كل العوامل دي بتساعد في كشف المتهم مهما حاول زي ما قلت حضرتك إنه يخفي معالم الجريمة أو حتى أهله يساعدوه لإخفاء معالم الجريمة، لكن في النهاية الأمر بيتكشف وتبقى العقوبة مغلظة. يعني إذا أصح عن الجريمة طبعا الأمر بيبقى هين في الأول، لكن العقوبة بتبقى مغلظة لفكرة التستر وإخفاء العدالة والتلاعب بالعدالة، كل ده بيغلظ العقوبة على المتهم أكثر فأكثر. يعني أستاذ محمود، اسمح لنا ان احنا نتابع احداث هذه القضيه معاك الفتره الجايه ان شاء الله، وبنشكر حضرتك كتير استاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث بجريده اليوم السابع. وطبعا ما زي قال استاذ محمود، مفيش جريمه كامله، طبعا احنا هنتابع القضيه دي مع حضراتكم، لان في حال ان المجني عليه مات بسبب عدم قيام الجاني بمساعدته ادى الى مفارقته الحياه فيعتبر مسؤول عن جريمه قتل متكامله، اما لو كان مات بمجرد تلقي للعيار الناري فهنا بيعتبر قتل خطأ وبيعاقب عن جريمة تانية سواء هو ولا أبوه، اللي هي جريمة إخفاء جثة أو دفن الجثة. وبعيدا عن الأحداث والقضايا، خلونا نطلع نشوف في تقرير حفل تخرج الدفعة 30 كلية الحقوق جامعة حلوان. نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان مساء يوم الجمعة الماضي حفل تخرج لطلاب الدفعة 30 بحضور عدد من الشخصيات العامة والمكرمين من رجال القانون والتشريع. شهد الحفل الذي أقيم وسط بهجة وفرحة عارمة تكريم المستشار الإعلامي هيثم بسام. كلية حقوق احنا شايفين في السنوات الأخيرة الأعداد الكبيرة اللي بتتخرج منها، بنأمل أن يحصل تعديل في القبول في كليات الحقوق علشان يقدر العدد الكبير ده كله ان هو يلاقي مجال في سوق العمل، لانها مهنه حساسه جدا ولا تقل اهميه عن مهنه الطب. ضيوف الحفل سلموا شهادات التخرج للخريجين الذين عبروا عن سعادتهم بانهاء مرحله الدراسه وبدء مرحله جديده مع حياتهم وعملهم القضائي والقانوني، وسط اجواء من السعاده عمت جميع الحاضرين مع تنوع فقرات الحفل. بنخاطب المجلس الأعلى للجامعات، بنخاطب كل مسؤول إن نرفع مجموع التنسيق بالنسبة لكليات الحقوق على مستوى الجمهورية علشان خاطر الأعداد اللي بتتخرج سوق العمل يقدر يستوعبها. من غير كلية الحقوق هيكون المجتمع همجي، يعني كلية الحقوق بتأهل مين؟ بتأهل القاضي، بتأهل المحامي، بتأهل وكيل النيابة. جايب مجموعة زي الثانوية العامة 95 بس داخل حقوق عشان حبيبها. أنا شايفة إن كلية حقوق كويسة جدا وإن هي ليها فايدة إن إحنا ندخلها بجد. إن شاء الله ممكن إن أنا بعد كده أقدم في الهيئة القضائية.
وصل عدد الخريجين في هذا الحفل إلى أكثر من 700 خريج وخريجة في يوم لن ينسى ينتظر الطلاب بعد 16 عاماً من التعليم. طبعاً بنشكر كلية حقوق وخاصة الدفعة 30 جامعة حلوان على التكريم اللي تم أثناء الحفلة، وبنتمنى لهم كل التوفيق يا رب في حياتهم العملية فيما بعد، سواء منهم من يعمل في السلك القضائي أو في الهيئات القضائية. وبندي نصيحة لكل من أراد فيهم وكل طلاب كلية حقوق أنه يعمل في المحاماة، ما تستعجلش الرزق، بلاش تتفرج على المحامين الصغيرين اللي بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا اللي بيدوا معلومات خاطئة. بنشوف طبعا مهازل كتير جدا. أنا وصلت بقالي 23 سنة محامي نقط ومحامي منتسب في الهيئة العامة للمحامين السعوديين ومستشار قانوني مقيد ومعتمد في دولة الإمارات، وحاصل على دكتوراه في التحكيم وجلب الاستثمار للدولة الأجنبية. عمري ما طلعت في فيديو أفتيت أو عقبت أو جرحت في محامي زميل أو أفتيت في معلومة قانونية. بنشوف مهازل على السوشيال ميديا، بلاش نقلد النماذج دي. اتعب شوية، وزي ما قلت أثناء حفل التكريم، اعشق مهنة المحاماة هتعشقك. استنانا بعد الفاصل في حلقة خاصة وفقرة خاصة مع الفنانة الجميلة مروة عبد المنعم. رجعنا لكم بعد الفاصل بفقرة متميزة. فقرتنا النهاردة مع فنانة مصرية دائماً يكون ظهورها متميز. بدأت رحلتها في مسلسل أم كلثوم إلى أن باتت إحدى الفنانات دائمة الحضور في الأعمال التلفزيونية. تنوعت أدوارها بين التلفزيون والسينما والمسرح، حتى اختفت عن المشهد الفني عشان ترجع من جديد، ولكن عبر بوابة الإعلام. النهاردة ضيفتنا هتفتح معانا كل الملفات والأسئلة والحديث عن الجدل الدائر عبر منصات السوشيال ميديا بعد تصريحاتها الأخيرة، وهي الفنانة الجميلة مروة عبد المنعم. أهلا وسهلا، منورة الدنيا كلها يا أستاذة مروة. أهلا بك يا هشام السيد، ربنا يخليك يا رب. مروة خلينا نبتدي معاكي. خلينا ابتدي أقول إن الديكور أصلا خضتني وضخم كده ما إحنا النهاردة جايبينك علشان نخضك وغامق كده. أنت فين بقى من الأعمال السينمائية حاليا؟ دراما أو مسرح؟ لا مسرح أنا موجودة، أو كنت موجودة من سنة كده، كنت موجودة. دراما قعدت فترة كده متوقفة دراما، أو مش بشتغل بشكل قوي زي الأول، حوالي 9 سنين. دي أسباب بقى إيه لا أسأل عنها. لأسباب خاصة بيكي ولا أسباب لا لأسباب ناس تعرفها؟ خاصة مش بي. لأسباب خاصة مش بي. إيه سبب بعدم ظهوري؟ ما هو أنا عايزة أعرف يعني. أنا أنت اللي بتسألي. فأنا لما لقيت الدنيا توقفت ناحية الأعمال الدرامية والسينمائية، أنا بحب الفن جدا، فاتجهت للمسرح. المسرح، وحبيت أعمل بقى المسرح بقى بتاعي أنا اللي أنا بحبه، مسرح استعراضي. فعملت بقى المسرح بتاعي، خد مني بقى يعني وقتي وسنين يعني طويلة. هل سبب اهتمامك بالمسرح والأعمال المسرحية ده أدى لاختفائك على الشاشة والدراما والسينما؟ لا، المسرح ما أداش لاختفائي، ولكن اختفائي أدى إلى أني أتوجه للمسرح وأعمل أبديت لي على المسرح وأبديت لي كممثلة، أو أعمل اللي أنا نفسي فيه وهو المسرح الاستعراضي. انشغلت فيه علشان ما أحسش أن أنا مش شغالة دراما يعني. فحبيت الموضوع، وحبيت أن أنا يعني أظهرت شخصيتي وحبي للفن الاستعراضي. انا بحب قوي الفن الاستعراضي، لكن ما حدش يعرف ان انا يعني اقدر اعمل فن استعراضي. فحققته في مسرحيات الاربعه اللي انا بعتز بيهم جدا، اللي هما سنو وايت، أليس إن وندرلاند، رابنزل، جميله والوحش. كانوا 4 مسرحيات استعراضيين بس. فانشغلت فيهم، وبعد كده حسيت ان برضو المسرح خد مني رقات طويله جدا، فتوقفت. خد منك رقات بمعنى يعني شغلني، فقلت لا هركز بقى، انا عايزه ارجع تاني للدراما باي شكل. يعني هل انت وقفت مسرح بسبب ان انت برضه ما حققتيش حضرتك عايزاه، او الهدف اللي انت او التارجت اللي انت كنت حاطاه؟ لا نو، انا المسرح نجاح مبهر جدا وقوي في الـ4 مسرحيات. في الـ4 مسرحيات، وكل مسرحيه نجاحها اكبر من الثانيه. انا عملت سنو وايت،
وخدت فيه احسن ممثله في المهرجان القومي، وكان ناجح نجاح رهيب جدا، وكان كومبليت لشهور قدام. وبعد كده عملت أليس إن وندرلاند في مسرح البالون، وبعد كده أنتكت بقى أنا ريبانزل، بقى حبيت أخذ خطوة أكبر وأنتكت ريبانزل، وبعدين بعديها جميلة والوحش، ولكن خسرت بقى. نجح جماهيريا، ولكن أنا بخسر بس. طيب. فهنا توقفت بقى، قلت الأسطوبة بقى، أنا خلاص خلصت كل فلوسي، نقعد بقى إيه. خلينا نطلع نشوف التصريح ونرجع تاني. يلا بينا. يلا. كل واحد اصلا ادرى ببيته وادرى باولاده. يعني انا في الاول يعني كان في حته بس انا شلتها عشان اوجع، يعني اشيل وجع دماغي، تريح دماغي. حروريه داخل عليا بلاقي الهبل ده. يا جماعه انا مقتنعه جدا بالحجاب، جدا جدا جدا. وربنا اللي اعلم انا ليه مش محجبه، او هو ده حسابي بيني وبين ربنا. انا فخوره جدا ببنتي انها محجبه، فخوره جدا، واتمنى ان ربنا يثبتها على الحجاب، وسعيده بالقرارات اللي خدتها. بس لو جت عليها فتره وزهقت وقررت انها تقلع الحجاب، انا مش هقف ضدها. تصريحات مروه عبد المنعم المثيره للجدل، قلع الحجاب ولبس الحجاب، والله تابعت ازاي بقى الحاله المثاره حواليك بعد التصريحات دي؟ اولا هي يعني مش مثيره للجدل، هو انا اول واحده في العالم بنتها تلبس حجاب؟ حصل يعني بروباجندا جامده جدا. بص، هي الموضوع في الأول غلطة مني أنا، إن أنا عملت الفيديو أو دخلت بنتي عالم السوشيال ميديا أو أثرت الموضوع ده، وأنا عارفة إن هي في يوم من الأيام هتقلعه. دي مش معناها إن أنا كفرة. هي أما جت تلبس الحجاب طلعتيها على السوشيال ميديا، دي غلطتي. أما جت تقلع الحجاب برضو طلعت على السوشيال ميديا. نو ما أنت أثرتي أهو بالتصريح ده بتاعها. ده ساعة ما اتحجبت. التصريح ده ساعة ما اتحجبت. تمام. عملت فيديو وانا متخيله ان الدنيا بسيطه، انا شخصيه بسيطه، ما اعرفش ان الحياه معقده قوي كده، فطلعت وانا عارفه. برضه الناس بتسال يعني هل ايه الاسباب اللي خلي بنتك انها تلبس الحجاب، وايه الاسباب اللي خلت تلبس الحجاب؟ كون ان انت طلعتي بتصريح ده يبقى له قيمه. انت فنانه. دي غلطتي انا، بعمل بظهر انا وبنتي كتير، فمن الحاجات اللي حصلت انها اتحجبت، فطبيعي جدا عملتها بكل بساطه. هي اتحجبت منها نفسها طبعا. هما يسالوا بقى ليه اتحجبت وقتها الحاجه، هما ما لهمش فيها ولا ليهم فيها ان هما يقولوا لي. هو التصريح بقى المثير للجدل بقى. فين انا مش فين يعني التصريح اللي هو اثار الجدل والناس كلها بتسال عنه، اللي هو كلامك عن الحجاب نفسه. فين كلامي عن الحجاب اللي هو ما بين بقى الحساب؟ انا بقول لهم انتوا ما لكمش دعوه. فين هو، فين المثير للجدل؟ هو الناس هجمتني ازاي بنتك محجبه وانت لا؟ انتوا مالكم؟ انتوا مالكم؟ يعني انت ما قلتيش انا مش هتسأل في القبر عن الحجاب، او ربنا مش هيسألني عن الحجاب؟ لا نمشي واحده واحده. ماشي، نمشي واحده معاك. واحده معاكي، نمشي واحده واحده عشان كله ما يخش في بعض واطلع انا هنا بمقاطع. لا خالص خالص، احنا عايزين نوضح للناس بس. طيب. الصوره يعني انت حضرتك بتوضحي الصوره. اوضح الصوره. طب سيبني بقى امشيها بقى واحده واحده. تمام. بنتي اتحجبت، عملت فيديو ان بنتي اتحجبت. الناس دعت لك طبعا. الناس هجمتني ان انا ازاي مش محجبه وبنتي محجبه، فانا قليله الادب وفاجره وماجره. خلاص قلت لهم يا جماعه ما لكمش دعوه، انا دي حاجه بيني وبين ربنا، بنتي محجبه وانا انا عارفه بنتي كويس قوي. خلاص جت بقى فتره بقى قعدت البنت لما لقت الدنيا كله بيبصوا هتقلع ولا مش هتقلع، البنت نفسيا يعني فضلت تعاند في نفسها، وانا اتفاجئت في المدرسه ان هي كل مره بيغمى عليها. انا عارفه بنتي، وده تصريح اول مره هقوله لما قلت لهم انا عارفه بنتي، انا بنتي ضغطها واطي جدا وبتدوخ من الحر، وهي بلا اي حاجه بتدوخ وبيغمى عليها وبترجع ومن وهي طفله. فانا قلت لها انت حجبتي في الشتاء حور، انت مش هتستحملي الحر، هتقدري؟ قالت لي فدخل عليها الصيف كل يوم يغمى عليها، ما استحملتش الحجاب. وهي حتى في الامتحان اغمى عليها، يعني اغمى عليها في ماده من المواد ما استحملتش، وهي قاعده ضغط عليا. انا اللي قلت لها انت بيغمى عليكي من الحجاب صح؟ فسكتت. قلت لها انت عايزه تقلعيه ومكسوفه وخايفه؟ قالت لي ما هو يعني بصراحه قلت لها يا حبيبتي ربنا اعلم، انت ما تهتميش بكلام الناس، انا مش هضيع. ده الحديث اللي دار بينك وبين الخفي. ماما مش هتزعلي؟ طب والناس بتعمل يعني انتي انا مش هاجي، يعني انا مش هستحمل ان بنتي يحصل لها حاجه، ربنا بقى اعلم. انا صح انا غلط برضو، انتوا مالكمش فيها.
في ده خلاص خلصت وبنتي قلعت الحجاب وقلت لها قط، وانا مش يعني من ساعه ما قلعت الحجاب هي ما ظهرتش معايا ولا في فيديو ولا هي مع نفسها وانا مع نفسي، ولا اصدرت ولا عملت اي حاجه. ساعه ما قلعت الحجاب بتاعها قلعت الحجاب انا فاجره وماجره ولا بلا 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 حجابي بقى ده بيني وبين ربنا، في ده بيني انا مؤمنه يا جماعه ان الحجاب فرض وعندي نقيصه بيني وبين ربنا، هو اللي هيحاسبني مش انتم. اه يعني انت عقيدتك واقتناعك ان الحجاب فرض طبعا بحكم القران والسنه طبعا صح؟ اه ده ما فيهوش جدل ما فيهوش كلام نهائي تمام نهائي. اه يعني انت كان تصريحك بتوضح للناس يا جماعه مش انتوا اللي تحاسبوني، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبني. بس وهل من الدين ان انتوا تقولوا لي انت كافره؟ هل من الدين بتاعكم ان انتوا تقولوا لي ان انا طبعا مش هدخل الجنه ومش هولد على جنه؟ هل من الدين ان انتوا تحكموا عليا؟ يعني هل من الدين ان انتوا تتدخلوا في حياتي وتعملوا سيناريوهات وتقولوا ان انا بنتي اللي بعلمها وانا اللي قلعتها الحجاب؟ انتوا منين جبتوا الحاجات دي يا جماعه؟ هو ده دين؟ هو ده يرضي ربنا؟ استاذ عيسم انا هقول لك على حاجه واحده بس كده، يعني ايه عشان في ناس برضو بتقولي ايه ما تتكلميش في الدين علشان انا فنانه، وكان الفنانه ده يعني ماسك ازازه الخمره في ايديه وبيسكر 24 ساعه، ودي افكار خاطئه جدا عن الفن وعن الوسط وعن الفن. ما حدش قال كده طبعا، ما حدش. انا هقول كلمه واحده بس، كل فنان يبقى شرط ان هو يبقى بيمسك. لا هم فاهمين كده الفنان مليونير ومش مليونير ملياردير. بالعكس ده الفن دي مهنة من أرقى المهن اللي هي بتأثر في المجتمع. أنا هقول كلمة واحدة بس يا جماعة، مش أنتوا اللي بتحاسبوا، ربنا اللي بيحاسب. أنا عندي نقيصة بيني وبين ربنا، دي بيني وبين ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ده أول حاجة بنبدأها صح؟ صح صح. بسم الله ربنا اختار من اسمه الرحمن والرحيم، ودي مش ده دين، أنا ما بتكلمش في دين، أنا بتكلم في فلسفة فكرية. قال الرحمن الرحيم واختار من اسمه رحمن ورحيم والاثنين واحد، وده تأكيد على الرحمة. ما اختارش قال بسم الله القوي، ما قلناش بسم الله الرزاق، لأن الرحمة تشمل كل حاجة. فأنتوا ارحموا 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 البني أدمين، بلاش تنمر، بلاش تعملوا نفسكم ملائكة وأنتم إنس، أنتوا بني أدمين. هو هقول لحضرتك على حاجة يا أستاذة مروة، حضرتك طبعا فنانه ومعروفه، ولما تصريح على سبيل اللي احنا اعتبرناه تصريح وافترضنا جدلا ان هو تصريح، لما هندخل السوشيال ميديا في حياتنا ان احنا قلعنا الحجاب ولبسنا الحجاب، لازم في الشارع الحكم علينا يبقى كده. ما هو ده خطا مني، ما انا قلت في اول اللقاء يعني ده غلط، ده غلط مني ان انا سخنت. لكن انت كلامك انت يحترم طبعا، ان انت بينك وبين ربك ده حاجه لا يتدخل فيها بشر ولا انس ولا اي من كان، ده طبعا حقك وحق اي انسان. حرية العقيدة بيكفلها الدستور، حرية العقيدة الفكر، حريتك ان انت تلبسي الحجاب او تقلعي الحجاب محدش يقدر يفرضه عليك طبقا للقانون والدستور شرعا، ده حاجة بينك وبين ربنا. ولكن لما هندخل بقى الناس في الموضوع وندخل السوشيال ميديا حياتنا زي اللي حضرتك عملتيه، هو ده اللي هيؤدي في الاخر اللي حضرتك قلتيه. لا خطأ إيه، لان انا بتعامل بمنتهى البساطة. انا لما بعمل فيديو في بيتنا وبيلاقوا في الخلفيه كده مصليه يقولوا ايه ده انت عندك مصليه، يعني انت ما قصدتيش من الفيديو ده شهره مثلا معينه، او ان انت بنتك لبست الحجاب. انا بعمل مع بنتي فيديوهات من قبل الحجاب ده بكتير، ومشهوره بالفيديوهات وبتجيب ملايين من قبل الفيديو ده، مش مستنيه بنتي تتحجب علشان اعمل فيديو. شهره ايه؟ هو انا مستنيه شهره؟ انا مستنيه شهره؟ يعني هو حجاب بنتي اللي هيعمل لي شهره؟ طيب على هامش بقى الحديث عن الحجاب او رايك الشخصي، رايك ايه في الفنانات اللي هم الفتره الاخيره لبسوا الحجاب وقلعوه وقالوا ممكن نستبدل الحجاب بباروكه؟ لا تعليق، دي علاقه بينهم وبين ربنا، انا ما اتدخلش. اذا كنت انا بطالب الناس ما تتدخلش في حياتي الشخصيه، انا اعلق ليه على حياه ناس؟ هم ليهم، هم حرين، هم حرين ليهم افكارهم، ما انا ايش، ما انا مش هتناقش، انا اتناقش في افكاري واحاسب على افكاري. انا مؤمنه بالحجاب فرض، وانا اهلي كلهم محجبين عشان ومحجبات عشان بيقولوا ما عنديش حد محجب. يعني اخواتك كلهم محجبين، والدتك؟ انا طبعا، انا يا استاذ هيثم، انا ازهريه ما شاء الله، جامعة أزهري ثانوي. أنا دراستي في السعودية، يعني والسعودية دراسة أزهرية. طبعا درستي فقه ودرستي طبعًا شرع وقرآن وسنة. طبعا ماما مامتي حبيبتي اهي، حجابة اهي الحمد لله، ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها. فطبعا لا أنا الحمد لله وعارفة ربنا كويس، ولكن هل كل المحجبات، هسألك سؤال، كل المحجبات بيصلوا؟ كل المحجبات ما بيعملش ولا غلطة؟ مفيش حد مننا معصوم، بس هو الدين القول في الحجاب
والدين طبعا مش حكر على حد. يا جماعه هو الدين اتقولي في الحجاب، ولكن الحديث في الدين. احنا في انا في ما تحدثتش في الدين. فرق ما بين الحديث وفي الدين. ما تحدثتش في الدين. والدين انا ما تحدثتش في الدين. هم الناس خدوهم المنطلق، هم علشان هم عايزين ينقلوا. طيب بس عشان يعملوا في صفحاتهم مشاهده. انت مش حضرتك بقى انت طالع معانا ان شاء الله عشان نصحح الوضع ونصحح بصراحه. بصراحه تمام. ما قصدتيش الترند من ورا موضوع الحجاب وقلع الحجاب ولبس الحجاب. طب انا هقول لك على انا مش هجاوب على السؤال ده. شوف فيديوهاتي انا وبنتي من قبل الفيديو ده، وشوف هي عامله ترندات قد ايه. فيديوهاتي ما قبل الحجاب بسنين هي عامله. انا الحمد لله كل فيديوهاتي مش كلها يعني، بس 70% كلها ترندات. فانا مش مستنيه الترند ده. يعني ما قصدتش الترند اكيد. لا بص، هو انا بنزل فيديو ليه؟ عشان ما تشافش؟ عشان تشاف مثلا. هو كلمه الترند دي مش حاجه عيب. هو انا كمذيع وحضرتك كمذيع، انت جايبني ليه؟ مش عشان انا ترند وعشان انا دلوقتي بقيت على صفحات مش عارف. انا ما كنتش اعرف على فكره، اقسم بالله. انا الاعداد بيكلمني. احنا جايبينك بسبب التصريحات الاخيره بس، مش عشان انا ترند. انت مش عايز تطلع ترند في الحلقه دي؟ طبعا. هو ده عيب؟ انا هكدب عليك واقول لك لا. هو ده مش عيب، اقسم بالله وحياه ربنا. والاعداد انا نفسي بقى تخش كده. انا قلت لها، هي بتكلمني وبعد خلصنا المكالمه وكلمتني تاني، قلت لها ايه ده، هو انا انا طلعت ترند؟ قالت لي يا استاذه ده انت كذا كذا. قلت لها والله يا بنتي ما اعرف، انا قاعده في البيت ولا اعرف حاجه. طيب قبل ما نطلع الفاصل، انت لو معاكي الكاميرا دلوقتي لمده دقيقه، هل هتعتذر عن حاجه في تصريحاتك ولا هتصححي رايك؟ لا 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 اعتذر، انا ما غلطتش. معاكي دقيقه. طيب معاكي دقيقه، شوفي انت عايز تقولي ايه. انا بصحح الافكار بتاعتكم. انا ما بتكلمش في الدين نهائي، انا واحده مؤمنه بالحجاب. انا بحب الترندات زي اي فنانه، اي فنان في الدنيا، سواء ممثل سواء على السوشيال ميديا سواء مذيع، بيحب الترند. بعمل فيديو عشان يبقى ترند محترم، ما بعملش فيديو خليع او فيديو مهين. كلنا بنشتغل وشغلتنا ومهنتنا مهم لينا ان احنا نبقى ترند، والا هنبقى فاشلين. الترند يعني نجاح فقط. انا ما بعملش، انا مش مستنيه الفيديو ده عشان ابقى ترند. انا كل فيديوهاتي ترند. شكرا. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني عشان نكمل حديثنا وفتح ملفاتنا مع الفنانه الجميله مروه عبد المنعم. رجعنا لكم بعد الفاصل مع حديثنا وفقرتنا الاستثنائية مع الفنانة الجميلة مروة عبد المنعم. منورانا مرة تانية يا مروة. ميرسي يا هيثم. خليني بقى أخذك في مكان تاني بعيدا عن التصريحات والحجاب والكلام ده. كان ليكي تصريح قلت إن المحتوى الهابط أو التافه هو اللي بيتشاف في مصر، غير كده محدش بيهتم بأي محتوى حقيقي أو محتوى جاد. ايه بقى مبررك للتصريح ده؟ فعلا المحتوى الهابط دلوقتي هو اللي بقى يتشاف؟ انت رايك ايه كمحاور بقى وكمذيع؟ لا انا اللي بسالك. لا لا ما تقول لي بقى، سيبك من رايي انا خالص، انت اللي تجاوب. المحتوى الهابط هو اللي بقى مش الهابط. هل تقصد المحتوى الهابط في السينما والدراما والمسرح، ولا الهابط ككل بقى في السوشيال ميديا وفي بص المحتوى اللي بيثير الجدل، مش الهابط. مش الهابط بمعنى الهابط اللي هو اللي تحت. لا طب عشان نخصص المخصوص. طيب ونحدد التحديد. تمام. المحتوى الهابط المقصود بيه الفيديوهات اللي منتشره على السوشيال ميديا، ولا المقصود بيه الاغاني، ولا المقصود بيه اعمال الدراما والسينما والى اخره؟ ولا اي حاجه. امال ايه بقى؟ بص انا في برنامجي في رمضان اللي فات كنت بحاول زي كده بقى مهاجمه لي. انا مش بهاجمك والله. انت ليه فاكر ان وقتك ليه مشاهير التيك توك؟ اوكي. يعني واحنا قاعدين بنخطط وبنشوف هناخدها من انهي تراك، فتراك قلت لهم بصوا هو ده مش هيتشاف غير بالتراك الهجومي، وما اجيبش مش هجيب الناس الناجحه، انا هجيب بالناس الهبطة هاجمهم. أنا السنة اللي قبليها عملت برنامج بجيب فيه الأيدي العاملة اللي اندثرت واللي ما حدش يعرف عنها حاجة ولا حد بص عليها. هو ده مش محتوى كويس؟ وتعبت واتمرمطت ورحت للخباز في بيته في فرنه، ورحت
لسه مكاري. لكن لما رحت للمستوى بقى اللي هو زي كروان مشاكل والى اخره طبعا وما شابه، ولكن اكتشاف من اني منظور. انا هدفي بيقول ان احنا كمصريين منذ القدم كنا نؤثر ولا نتأثر رغم عدم وجود طرق للتواصل، ومع استمرارية ودخول السوشيال ميديا أصبحت كفيروس منتشر في بلدنا أو في عصرنا، ورغم سهولة التواصل أصبحنا نتأثر ولا نؤثر. ده كان مضمون العمل. فعايز أقول يا جماعة الناس المشاهير دول أنتوا اللي عملتوهم نجوم مش أنا، أيدي اتفرجوا عليهم. هم شافوها من منظور تاني، هما شافوها من منظور أنا بتفرج بعمل المحتوى. يعني نقدر نقول إن مروة عبد المنعم ترى بصفة العموم أن المستوى الهابط في كافة الأعمال هو ما يؤثر في المجتمع. هو ده تصريحك دلوقتي؟ أنا قلت أنا جبت الناس هاجمها تحت عنوان أن إحنا قلتي أصبحنا نؤثر لا نتأثر ونتأثر، ولكن الناس بصوا على المحتوى التافه، ما بصوش على فكرتي يعني أنا. أيوة يا ده 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 بيؤكد نفس لكن المعنى. أنا لو جبت المعنى ده أنا جبت في الحلقة خمس نماذج كويسين ولا واحد من الحلقة تشافه. يعني أصبح المجتمع يهتم بالمحتوى الهابط بس علشان كده بيلجأ الكل أو البعض، مش عايزين طبعاً إلا من رحم ربي، إلى المحتوى الهابط علشان يحقق أكبر نسبة أو تثير الجدل. يعني أنا لو ما كانش حصل جدل في على مواقع جوجل ولا السوشيال ميديا مش هتجيبوني، صح؟ لو أنتوا هتجيبوني علشان لا، بس إحنا بنقدمش محتوى هابط. ما أنا بقولك أو تثير الجدل أو لإثارة الجدل، فهمني؟ أو لإثارة الجدل. لو أنا حد عادي وعملتي لي لقاء معايا عادي جداً وما أثرتش جدل على موضوع معين، الحلقة مش هتتشاف. طب هي مروة شايفة نفسها إن هي ما خدتش حقها في الوسط الفني الحقيقي؟ أسبابي بقى؟ أسباب ترجع يمكن ليا ترجع لإجابة السؤال الأولاني؟ بس أنا ولا أنت بتعرض عليكي سيناريو معين ما بترفضيه بسبب المحتوى؟ بسبب لا إحنا أنا ليا يعني يدي في الموضوع ده. يمكن أنا مش ما كنتش وقتها شاطرة في إن أنا يبقى عندي علاقات، أبقى موجودة، أبقى مهتمة، يعني ما كنت مش عارفة سبب إيه، بس أنا حاسة إن أنا ما خدتش حقي طبعا. يعني هل سبب ابتعاد مروة عبد المنعم عن الساحة بيعود إلى ما فيش أفكار جات لها جديدة، مفيش عروض جات لها من منتجين؟ مفيش عروض جات لي كمنتجين، لا في دلوقتي بدأ يعني بدون يبقى أسباب. موجود بس لا، ما أنا الأسباب ما عرفتهاش والله. أنا لو عرفها كنت حلتها. ده اللي خلى مروة عبد المنعم طبعا تروح للسوشيال ميديا شوية. طبعا، لأن السوشيال ميديا حققت نجاح عليها ما شاء الله. أنت عندك فوق 3.5 مليون. أنا مراتي من متابعينك. بص أنا حتى لو الفنانين اللي ناجحين، مش بقول أنا، حتى الفنانين اللي موجودين لسه على الساحة بيشتغلوا السوشيال ميديا برضه، لازم كل واحدة عندها بيج وعندها شغل. لكن أنا كفنانة أنا موت لو الناس ما عرفتنيش، أنا موت طبعا. أنا حياتي وجودي شغلي مهنتي شهرة. يعني هل ده حب مروة عبد المنعم للشهرة؟ نو أنا دي مهنتي، تقدرش تختفي على الأضواء. ما ينفعش، مش يعني مش هينفع هختفي في حياتي، لازم أبقى موجودة. فأنا قعدت أفكر، أنا دلوقتي بقالي سنتين ثلاثة ما بشتغلش، أنا يعني أصحاب بنتي لو طلعوا ما عرفونيش أنا اختفيت، فلازم أبقى موجودة. فتواجدت عن طريق السوشيال ميديا، لازم أوجد نفسي بس. طب ده يخلي مروة عبد المنعم تقدم بعض التنازلات في قبولها للعروض معينة من بعض المنتجين أو بعض الأعمال؟ ساعات طبعا تنازلات زي إيه مثلا؟ يعني أنت محتوى كمحتوى هابط مثلا أنت مش راضي عنه؟ لا في سبيل أن أنت تحقق الشهرة أو الظهور؟ لا. نقدر نقول أن أنت تقدمي تنازلات؟ لا يا ريت والله، كنت بقيت في حتة تانية لو لكن أتنازل يعني مثلا. يعني مروة عبد المنعم ترفض تقديم أي تنازلات حتى لو كان المحتوى هابط في سبيل الظهور؟ ترفض طبعا طبعا. لكن انا اتنازل عن طريق ايه او بمعنى ايه؟ اتنازل بمعنى ان انا هقبل دور صغير او مش حاسه فيه انه كده، بس انا محتاجه يعني محتاجه فلوس، محتاجه اصرف
فهتنازل وببقى متضايقة شوية. طلعتي في فيديو انت بقى شهير برضو قلب الدنيا شوية عن إيه؟ العين والحسد وال... ايه العين والحسد؟ شايفة ان العين والحسد اللي هو الفيديو بتاع فنجان القهوة. ايه الفيديو ده؟ طب خلينا نشوف الفيديو ونرجع نفكرك بيه. في عين بصالة هي لسه كنت اقول لحضرتك في عين بصالة لحضرتك صح؟ ايه هنا هي يا جماعة عين والله فعلا في عين بصالة هي دي اللي موقفة حالي انا بقى هفرم العين دي افرمها بليز مش راضية تتخرب ايه ده يعني مش راضية تتخرب ايوه فعلا ده كان هزار يعني العين بقى العين اللي بصالك في الفنجان هل انت بتعتقدي فعلا ان العين الوحشه والحسد هو اللي وقف حالك كده جدا لا اللي وقف حالي الله اعلم بس في عين طبعا في عين لا انا محسوبه ولا لا الله اعلم بس مقربين منك مثلا في الوسط الفني لا انا ما اعرفش ان انا محسوبه بس في عين طبعا وفي حسد وفي حاجات بتحصل لي كتير جدا بحس انها يعني هل ليكي مثلا حاقدين او حاسدين من الوسط نفسه وهيحسدوني على ايه هيحقدوا عليا على ايه طيب ايه المواقف اللي حصلتك ان انت علقتيها على شماعه الحسد او العين موقف يكون حصل لك فعليا لا كتير زي مثلا على سبيل المثال موقف واحد كده هقول لك على حاجات كتير اول مره اقولها قولي طيب يا سلام انا هقول لك على سلسله كده حصلت معايا انا خدت بيت نقلت من 10 سنين كده نقلت لا من 16 سنه او 4 مش عارف 14 سنه مثلا نقلت بيت جديد شقة جديدة أوكي أول دخولي للشقة دي أول دخولي كده بسم الله الرحمن الرحيم والعفش بيخش وخلاص كده بابا مات لا إله إلا الله خلاص سبت حالي ومحتالي بالعمال طبعا قلت البيت ده فالو قلت قضاء وقدر أوكي روحت على بيتنا القديم قلت لا مش يعني مش قادرة صحيت على الجيران بيخبطوا عليا بيقولوا لي الحقي العربية بتاعتك بتولع تولع بقى مش بتدخن ده ونار نار فيها بتاكلها ولعت وده من عند ربنا كده ولا فعل ولا اعرف اي حاجه حديده خلصت يعني فتره العزاء وروحت رجعت على بيتنا احكي لك بقى سلسله بقى دي قولي دي عين دي بقى ولا مش عين روحت الثوره قام قعدت كل العقود اللي انا مضيتها وقفت اتلغت جالي شلل نصفي جالك شلل العصب السابع أول مرة أنا أسمع الكلام ده أنا أحكي لك بقى وأنا الخبرة يعني شلل خلاكي ده كده بمشي كده ساب جلطة مثلا أو حاجة حصلت بص هو زعل نفسي على بابايا جاب لي وعربيتك بعدها زعل مع عرق الناس مع عصب وقف ده كله ده كنت بمشي بس يعني معوجة كده وبعمل باخد كورتيزون وكنت رغم كل ده مش قايله لاي حد ولما يجي لي شغل كنت بشتغل عشان محتاجه خلاص ما فيش اوكي قلت اذبح ذبحت قلت بقى خلاص بفتح الثلاجه اللحمه طلعت دود لا اله الا الله قلت لماما تعالي اقعدي معايا ماما بتاع ماما جالها القلب وجبت عربيه بقى بدل اللي عملت بيها دي العربيه عملت حادث عملت بيها حادث وديتها استنى لسه هكمل لك وديتها لصيانه خرجتها قلت لابن اختي روح هات العربيه وهو خارج مين بقى اللي كان مين اللي كان مركز معاكي بعينه الله اعلم لا ما اكيد لازم يكون في اشخاص بنت عمتك بنت خالتك حد في الوسط الفني ما هقعد في البيت لحظه واحده مش هقعد وكانت لسه جديد يعني ما وبعت الشقه بسبب العين أو الحسد ما طلعتش خلاص قلت لا يمكن هقعد فيها وكانت خلافات كبيرة جدا رحت إيجار ما فكرتيش تروح الشيخ أو ما فكرتيش والله رحت يعني رحت وعملت كده بس كل ما فيش أي حاجة ما فكرت تروح رحت البيت تاني وجبت يعني برضو ناس أصلا من نوع حياتي مفتوحة ناس بتيجي وفجأة أفاجئ أن أنا في صريخ وفي صويت وأنا بصوت ومش طايقة حد ودخلت في حاله اكتئاب رهيبه وحاجات كده غريبه طيب لا في حسد مؤمنه انا قوي ربنا يحميك يا رب وطبعا الحسد مذكور في القران ومن شر حاسد اذا حسد خلينا بقى اطلع فاصل عشان ارجع لك باسئله تانية ومش ربنا يستر مش هجوم ولكن هي على سبيل التوضيح والله مش اكتر حاضر خلونا نطلع فاصل علشان نكمل مع فنانتنا الجميله مروه عبد المنعم
مروه بعد الفاصل بقى زي ما وعدتك عايزين تكلمينا كعملك كاعلاميه، والمتصله اللي اتصلت بيكي وقالت لك ان انا اولى منك في ان انا اخد المكان ده وانت ما تستحقيش، او خليك انت في التمثيل بتاعك والفرصه بتاعتي راحت بسبب ان انت مكوشه على كل حاجه. مكوشه. ردك كان ايه وحسيتي بايه ساعتها يعني؟ بص اصلا ده مش اول مره تقولي يتقالي كلام زي كده. حسيت بايه؟ انا بفرح قوي دلوقتي لما بلاقي انتقادات زي كده، عشان بستمتع بايه؟ بالرد، ان انا فاهم الناس. اولا هي ما انتقدتش شغلي بس، لا انتقدت شكلي كمان، ان انا لابسه جينسي وكوتشي وده مش يعني تنمرت، مش شكل المذيعات. فبص هو في، انا مسميه ان في دلوقتي مرض في الـ في الـ في الجو فيروس اسمه التنمر الخفي. في كمية تنمر خفي يدل على نقص النفوس. تنمر بقى أصبح عادي دلوقتي وخفي، لأني أنا لما بمشي في الشارع بلاقي الناس كلها حابيني وعايزة تتصور معايا، أدخل على السوشيال ميديا ألاقي كمية التنمر الخفي البشع ده، وكأنها نوع من أنواع التنفيس النقص اللي عند الناس. ده مبدأي. فأنا رديت، أولاً أنا سألتها أنت عندك كم سنة؟ فقالت انا عندي 27 سنه باين، مش عارفه، وخريجه اعلام. فهنا فهمت ان هي حاله من النقص. طب يا حبيبتي انا دلوقتي، قلت لها انا عشان اشتغل واقعد على المكان ده، انا ما خدتش مكان حد. انا اشتغلت بعد 25 سنه مرمطه في الوسط، وقبل ما ادخل الوسط انا اشتغلت مندوبه مبيعات، وكان كنت اقول لهم انا هبقى ممثله، واشتغلت سكرتيره وقلت لهم انا هبقى ممثله، واشتغلت في مكتب سمسره وكنت مندوبه سمسار عقارات وكنت بقول لهم انا وسيط عقار يعني. اشتغلت كل الشغلانات، اشتغلت كل حاجه. طب انت بقى بينك وبين نفسك كده ما حسيتيش، بدل ما نقول ان هي عندها نقص نقول ما هي حاسه بالقهر بسبب ان هي مش لاقي فرصه، او انت خدت فرصتها، خصوصا ان هي حاصله على مؤهل علمي؟ قهر ليه؟ انا خدت مكانها. هي لا انا بسالك على سبيل، ما انا هقول لك لا ما حسيتش. هقول لك ليه؟ هي عندها كام سنه وانا عندي كام سنه؟ انا في سنها كنت بجري وبسعى وبشتغل وتاكد ان ربنا عادل وما بيظلمش حد. هي ما قدرتش توصل لده، هو يا اراده ربنا مش عايزها في الحته دي، يا اما هي برضو قالت يعني هي ناقصه عماله تمثل مسرح ودراما وتلفزيون وكمان مذيعه، واحنا يا بتوع اعلام قاعدين. انا حقي، انا مطلوبه، انا ما روحتش سعيت وقلت لهم مشوا دي وتعالوا دي، انا طلبت، انا وانا قاعده في بيتنا طلبت تعالي اشتغلي عندنا. اقول له اقول لرزق ربنا لا؟ لا طبعا. بس طلبت علشان ايه؟ علشان انا بشتغل بقالي سنين وبسعى بقالي سنين وبجتهد بقالي سنين. فهنا الوصول من يعني، وان ليس للانسان الا ما سعى. انت سعيتي عملتي ايه؟ عارف هي سعيها في ايه؟ هي سعيها في انها قاعده تندب حظها وتعلق شماعتها على ناس اخرى، الناس مش في سنها. انا واحده قد والدتك يعني، اختك الكبيره مش قوي كده مروه يعني، انت ما شاء الله لسه صغيره. ازاي اخد شغلانه واحده عندها 27 سنه بالعقل؟ على فكرة أنت دلوقتي حالا قلت زي والدتك وهي عندها 27 سنة، الناس كده هترجم الموضوع ده يا سيدي. الناس كده هتفضل الناس تطرح وتجمع بالمنطق وهتطلع العمر بالمنطق كده يعني. أنا واحدة بقالي 25 سنة بشتغل، بقيت مذيعة، وأنت لسه طالعة يعني. أنا بالنسبة لي أنت لسه طالعة من البيض. طيب على هامش التنمر بقى، تعليق إيه على الصورة اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي؟ ما نشوف. أوه تعليق يا عصورة. اتنمروا عليا كتير قوي على المنظر ده. ده كان حالة اكتئاب من الاكتئاب، عشان احنا انا ما صدقتش ان انت دي. والله تصدق ولا انا ولا انا ولا انا ولا واخده، انا ما كنتش ببص في المراية. ايه اللي خلاك توصلي للحالة دي؟ زعل. ده في مسلسل و يعني انت بتتنمري على نفسك؟ انا ما بتنمرش على ليه انا ما كنتش واخده بالي اصلا ان انا وصلت للمرحلة دي. أنا مش شايفة نفسي، ما هو المكتئب مش شايف نفسه. يا رب ما يرجعها أيام خالص، كانت أسوأ أيام في حياتي. وإيه السبب بقى؟ أكيد يبقى فيها سبب. أكيد في أسباب طبعًا. أسباب شخصية مثلًا ولا أسباب متعلقة بالعمل؟ لا كله في بعضه، كله في بعضه، بس هي شخصية أكتر. أدى إلى إني شعري وقع. ما بقاش حزن مثلًا على حد توفى، لا حزن على حاجات كتير.
حزن على حالي. شعر وقع بقى عندي، جات لي تعلبه ما بقاش عندي شعر، بقت فيه قرعه هنا خالص. فبدات البس باروكه، فالناس تنمرت عليا عشان انا لابسه باروكه. يا ساتر شكلك عامله ايه وانت بص الباروكه بتاعتها. يا ساتر يا ساتر. انا اسكت واقول ايه، انا يعني هخاف وارد. حاله نفسيه مدمره. انا كنت رايحه في داهيه. كان امتى الكلام ده؟ ده ما ده قبل رمضان اللي فات. قبل رمضان. انا اللي فوقني حاجه واحده بس، انا ما كنتش ببص على نفسي في المرايه، ما كنتش بشوف حد، ما كنتش بعمل يعني. الحزن وصل لك لدرجه ان شعرك بقى يقع؟ تخيل. انا بنتي اللي كانت تقول لي يا ماما روح لدكتور تخسيس. طب هل ده بسبب وفاه والدك مثلا؟ لا لا لا، ده تسأل بابا ميت بقى له. ما احنا عايزين نعرف اسباب برضو يا مروه. يعني زعل على حاجات كتير في حياتي. بنتي خدت لي صوره وراح بعتتها لي واتساب، فبفتح بشوف لا ده خدتها لي من ظهري كده. ما صدقتش نفسي. فلما وصلت بقى الحمد لله للمرحله دي، لما اتعالجت وهنا قلعت الباروكه قلت لهم يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان بلاش تتنمروا، لانه كل مره كنتوا بتتريقوا عليا وانا لابسه الباروكه كنت بتوجع، ومش انا اول واحده يعني. اكمل من الناس بتتخن وبتعمل، بيبقى في عندهم مرض، بيبقى عندهم مشاكل نفسيه، بيبقى عيب. طيب بس. اشرف زكي طلع قرار ان في غرامه 1,000,000 جنيه على اي بلوجر او تيك توكر هيتغرموا اذا مثل بدون ترخيص. اكيد انا احترم هذا القرار كناحيه انتاجيه عمليه. انا يهمني اجيب حد عنده دلوقتي. يا استاذ هيثم، انا الموضوع بيتقاس كتير. بلوجر وتيك توكرز بيطلعوا بقى ابطال سينمائيين دلوقتي، لان هم بيعملوا حاله انتشار للعمل. انا دلوقتي رصيد حسابي ما بقاش بنكي، رصيد حسابي بقى تيك توكي فيسبوكي. عندك كام في انت عندك كام على الفيسبوك؟ بحالك ارباح التيك توك يا مروه؟ تيك فيسبوك بحالك ارباح. تيك توك لسه دخل. وكافيه ان مروه تعيش حياتها بيها الارباح دي؟ لا يعني اعتمادك دلوقتي عامله فوكس على تحقيق الارباح من ورا السوشيال ميديا؟ مش قوي بس بتساعد. بتطلعي لايفات يا مروه كبس كبس وحاجات كده؟ لا والله. انت ايه رايك؟ هقول لك بس الموضوع ده بيحقق ارباح على التيك توك. بس مش معايا، انا مش نفسي احقق ارباح لسه. هقول لك يعني ليه. انت رايك في موضوع كبس كبس؟ انت لا هقول لك ليه. انا واحده من الناس اللي كنت من بره كده بقول ايه ده، انتوا قلات الادب ازاي تعملوا كبس كبس وتعملوا الحاجات دي. لما عملت برنامج صد رد انا ما كنتش عارف ولا واحد فيهم خالص، وكان هجومي هجوم قوي. تحتك بيهم. حبيت اعرف مين الناس دي، لان انا عايزه اعمل جزء تاني وتالت ورابع، لاني حبيت القضيه دي لانها قضيه مهمه. واتهاجمت، انت ازاي انت بتعاملي الناس وحش وبتاع. اقول يا جماعه انا مش بعامل وحش، ده كاركتر انا واخداه. وعلشان تتاكدوا ان انا مش ضد اللايفات، انا هو لايف. يعني انت ممكن تطلعي لايف مع بلوجر معين وتعملوا تحدي وتدوه دقيقه؟ لا نو كلام من ده. نو ما هو نو ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا عايزه اقول يا جماعه انا مش ضد اللايفات. اللايفات اهو بطلع لايف وبسلم على فلان وبعمل ايه ومش عارف ايه والكلام ده، وممكن من خلال لايفي اقدم محتوى محترم. يا جماعه ما تيجوا نحاول. شفنا في اللايفات دي يعني، شفنا فادي خفاجه اللي حصل بينه وبين مها. انا ما شفتش الحاجات دي، سمعت عنها ولا اتحدث يعني. ممكن يودي لها المشاكل تانية يعني. ممكن. رايك ايه في الموضوع لا ده؟ لا انا يعني بقى يعني فادي يطلع يشتم في مها احمد ومها احمد تطلع تشتم فيه وكل ده على اللايف وكل لا لا. انا هنا اللي احدد البوصله يا هيثم. عشان كده انا دايما اقول ايه، السوشيال ميديا مهمه، اللايف مهم، وجودي معاك هنا مهم، المواقع دي كلها مهمه، لكن استخدامها ازاي هو ده الاهم. يعني هل استضافه كروان مشاكل اضاف ليكي مثلا؟ طبعا طبعا. هتقولي اضاف ايه؟ هقولك اضاف لي ان انا اولا انا بكتشف عالم ما اعرفهوش. العالم ده انا ممكن امثله في يوم من الايام، ده رقم واحد. انا ابزور بأي شخصيه بقابلها. واحد زي كروان ده انا خدته حاله زي سيدتك جميله كده وماي فير ليدي والحاجات دي، وخدته حاله. قلت طب ليه انا ما اخدش نموذج زي ده، احاول يعني انظفه، اخليه يلبس بدله، اخليه يتعلم تمثيل. ولبس بدله فعلا معاك؟ حاولت ما عرفتيش. فمهم جدا ان انا كنت لازم ادخل اشوف العالم ده علشان ده برنامجي رمضاني، فمهم جدا انا ابقى موجوده فيه. طيب احنا شفنا مروه مع تامر حسني فيلمها طبعا الجميل عمر وسلمى. ايه اللي خلاك تختفي عن تامر حسني؟ وتامر حسني ليه ما بقاش يجيبك في اعماله؟
هل في خلافات بينك وما بينه؟ انا ما عنديش خلافات مع اي حد، ما مش خلافات. طب ايه سبب ان تامر حسني ما بقاش يجيب مع اني كنت عامله دور هايل في عمر وسلمى؟ حبيبي والله بحبه جدا، بس ويسال في هذا تامر مش انا، هو يعرف يوصل لي انا ما اعرفش اوصل له. طب توجهي له كلمه؟ أقوله زعلانة منك لأنك أنت كاميرا معاكي بقى أهو، أقوله زعلانة أنت مش مجبر أنك أنت أبقى معاك على طول، لكن في الأول خلاص توعدتني قلت لي أنا مش هسيبك خالص، وأنا عملنا مع بعض دويتو حلو جدا وناجح جدا، فأنا اللي بسألك ليه ما فكرتش تستثمر هذا الدويتو؟ وأنا عمري ما هرفض أن أنا أبقى أمثل معاك أكيد أو أكون معاك، فأنا بحبك زعلانة منك؟ وزعلانة منك. بنشكرك يا مروة أن أنت نورتينا النهاردة، بنشكرك كمان أن أنت وضحت للناس التصريحات بتاعتك اللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق والأعمال الكتير، إن شاء الله نشوفك قريب على شاشة التلفزيون أو على السينما، وإن شاء الله ما بيننا حلقات تانية كتير، لأن أنت طبعاً فنانة كبيرة دايماً مثيرة للجدل. التصريحات الكتير كل ما هتثير الجدل وتزودي في التصريحات كل ما هنجيبك أكتر. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة في برنامج حقك مع المشاكس، استنونا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من حقك مع المشاكس على القاهرة والناس.